أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج رحلة في عالم الكتب. حلقتنا لهذا اليوم عن كتاب الثقافة الصينية، وهذا الكتاب يتكلم عن الثقافة الصينية وتاريخها العريق. وسنتكلم اليوم عن قسم قوات صامتة، تماثيل الجنود والخيول في ضريح الإمبراطور الأول أسرة تشينغ. دعيت تماثيل الجنود والخيول الصلصالية في ضريح الإمبراطور الأول لأسرة تشينغ عجيبة الدنيا الثامنة في العالم، وقد ظهرت تراثاً عظيماً للأمة الصينية وجانباً مشرقاً من الثقافة الصينية القديمة. اكتشاف التماثيل الصلصالية للجنود والخيول لم يكن في حسبان سكان قرية في بلدة شان يانغ من مقاطعة شانشي، بينما كانوا يحفرون بئراً في ربيع عام 1974، أن سيستخرجوا من باطن الأرض قطعة من كسر فخارية، وقد انتابتهم دهشة عظيمة لشبه بعضهما بصور الإنسان وبعضهما الآخر بصور الحيوان، فأسرع دارسوا الأثار إلى المكان للقيام بعمليات حفر مخصصة حتى اكتشفوا متحفاً عسكرياً ضخماً، مما جعل تماثيل الجنود والخيول الصلصالية في ضريح الإمبراطور الأول لأسرة تشينغ ترى النور بعد أن دامت في سبات عميق تحت الأرض لأكثر من 2000 عام. الموقع الذي اكتشف الفلاحون التماثيل الفخارية فيه هو الحفرة رقم 1، مساحتها حوالي 14,000 متر مربع، وهي أكبر ما بين الحفر الأربع التي قد تم اكتشافها. وقد عثر عبر التنظيم في هذه الحفرة تشكيل كامل من الجنود بالحجم الحقيقي، حيث الوحدة الطلائعية مكونة من 3 رتال، كل رتل يضم 70 تمثال رجل، وفي مقدمتها يقف قائدها. وما وضع خلف الطليعة هو القطعات الرئيسية من تشكيل القوات المكون من 38 رتلا، يمتد كل منها 180 مترا لتظهير في تشكيلة مربعة ضخمة تشمل حوالي 6,000 تمثال فخاري، الكل في درع وخوذة وقابض على سلاح برونزي، وكل قطعة من الدروع والخوذ أو الأسلحة حقيقية بلا استثناء. كما وضع على كل من جانبيها صف يضم 180 تمثالا تقريبيا ليشكل جناحي التشكيلة الكبرى، وفي الوقت نفسه وضع على جانب قريبها تماثيل أخرى من الجنود، يخيل إلا المرء أنها مؤخرة التشكيلية. ويلاحظ في هذه الوحدة 32 فرسا فخاريا تنقسم إلى 4 خيول، كل منها مكون من 4 أفراس تجر عربة خشبية. هذه المجموعة من تماثيل الجنود والخيول المقلدة تماما لتشكيل القوات الواقعية تعتبر أكبر مثالا في الحفرة الأربعة، سواء من حيث الحجم أو القوة. الحفرة رقم 2 والحفرة رقم 3 كلاتهما مما اكتشفه العلماء أثار في صيف عام 1976، وما يقع شرقي الحفرة رقم 2 يمثل تشكيلة رماية مربعة، حيث 60 تمثالا من الجنود الرمات في هيئة الوقوف، وفي وسطها وضعت 160 تمثالا من الجنود الرمات في هيئة الركوع وشبه الجلوس. كل منهم يبدو مفعما بالقوة والنشاط، فلقوا ثناء عاطرا من قبل الناس. وإلى أيمن تشكيلة الرماية هذه وضعت تشكيلة مربعة من العربات الحرية موزعة في 8 طوابير، كل طابور مكون من 8 عربات، وكل عربة تجر 4 أفراس بالحجم الحقيقي، وذلك إضافة إلى 3 تماثيل من الرجال يقفون جنبا إلى جنب خلف العربة، أولهم في الوسط ليشيد لجام الفرس، وإلى جنبيه أخوان 2 لها كلهما يمسك بسلاح طويل المقبض. وفي وسط الحفرة رقم 2 وضعت تشكيلة مربعة من العربات الحرية أكبر، تتألف من 19 عربة و264 تمثالا من المشاة و8 خيالة، وهم موزعون في 3 طوابير، وأمام كل فرس يقف تمثال خيال، يد تمسك باللجام ويد أخرى تشد وتر القوس، وخلف كل عربة بعض المشاة باستثناء 3 سائقين. وإلى الجانب الأيسر من الحفرة رقم 2 وضعت تشكيلة مربعة من الخيالة، حيث 108 تماثيل من الفراس و180 تمثالا فخاريا من الأفراس المسرجة، تنظيم في 11 صفا لتكون تشكيلة مستطيلة.
التماثيل الفخارية في التشكيلات الأربعة داخل الحفرة رقم 2 بكاملها تضم أكثر من 1300 قطعة من الأفراس الفخارية و80 قطعة من العربات الحرورية، إضالة إلى عشرات الآلاف من قطع الأسلحة البرونزية. الحفرة رقم 3 تقع عند الطرف الغربي من الحفرة رقم 1، مساحتها ضيقة بعض الشيء. كلاتهما خطة لم تكن لها أن توضع موضوع تنفيذ أيضاً، وبدأ أنها كانت معقدة لدفن أحياء أو مع الموتى. تماثيل مزخرفة مفعمة نشاطاً وحيوية. سبق لاكتشاف تماثيل الجنود والخيول أن آثار هزة كبيرة في العالم، باستثناء ما بدا عليها من الهيبة الخارقة للعادة، فقد كان السبب في ذلك يعود إلى ما وصل إليه من المستوى الرفي للغاية من النحت. ومن تماثيل الجنود والخيول نجد الإنسان والخيل الفخاريين، كلاهما بالحجم الحقيقي، حيث أن الإنسان الفخاري يرتفع 185 سم والفرس الفخاري 160 سم تقريبا. هذه التماثيل دون استثناء مزخرفة بالألوان، لكن الألوان هذه قد سقطت أساسا نتيجة استغراق دفنها في جوف الأرض زمنا طويلا للغاية. ثم بدأ أن التماثيل من هذا النوع، سواء كانت للإنسان أم للفرس، متوافقة مع حقيقة الإنسان وحقيقة الفرس دون أي مبالغة أو تشوه، حيث علامات التعابير لدى كل إنسان فخاري بما فيه شعر الرأس والتسريحة والعين والحاجب والأنف والشفة والإذن، واللحية والشراب تختلف من واحد إلى آخر لتدل على تبانيهم سواء من حيث السن أو الهواية أو المزاج. وأضاف إلى ذلك، وفي الوقت نفسه يلاحظ أن كل إنسان فخاري أو فرس فخاري نابض بالحياة ومفعم بالقوة والنشاط. فما يتراءى للناظرين في الحفرة رقم 2 قبل كل شيء هي تماثيل الرماد في وضع الركوع، والتماثيل المحاربون من هذا النصف، كل منها يلوح بمكور الشعر على شكل كعكة، مرتدي الوداء الحربي، ملتحفا بالدرع والخوذة، راكعا بالركبة اليمنى على الأرض، معوجا بالساق اليسرى، مائلا بالجسم إلى الأمام قليلا، ومحدد الناظرين إلى الأمام، واليدان أحدهما فوق والآخر تحت ليبدو على وضع الرماية. وهنا أعزائي المشاهدين نصل إلى حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا لحسن المتابعة. نراكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.